إن الأب الصالح هو الذي ينشئ أبناءه تنشئة صالحة فيفتخر به. ولهذا أردت أن أقول فتح باب للأسى النجمة تبقى بدون دليل وسط المتاهات والمساء للشمس تشرق للصباح النسمة شاردة من الغصون منسية في حضن الجراح النسمة شاردة من الغصون حضن الجيران حسرة لو صارت ملاس البيت يكون ساتو الجزاز الحسرة لو صارت ملاس البيت يكون ساتو الجزاز الحسرة لو صارت ملاس البيت يكون ساتو الجزاز ساتو الجزاز ساتو الجزاز ساتو الجزاز ساتو الجزاز انتي مش وعدتيني انك تجيني في البيت اول امبارح؟ ايوه صح، لكن عم فؤاد كان ما في ومن زوجته قاعده برا شفتها بايخه سيبها واطلع. يعني محبوسه في البيت؟ ما كده، طلعنا مره مشينا النادي سوا ومره مشينا الفندق اتعشينا. طب ما كانت تجيبيها وتيجي غشاني في البيت؟ ما مشكله الايام بينا. اخبار امك وابوك كيف؟ قاعده اتصل بيهم كل يومين تقريبا، لكن اقول لك حاجه. انا مما جيت منه من ابو ظبي مش قريب؟ اي والله هسه مشتاقه لهم زي كاني شفتهم قبل سنه. وضعي طبيعي، لكن ان شاء الله هعمل لك برنامج هنا يخليك ما تتذكريهم الا مره مره. لا لا لا، برنامج ينسيني ليه ما عايزه. بعدين وزاره الجامعه حتخلي لنا وقت. بالمناسبه ايه رايك نعمل جوله نتفرج على الجامعه؟ جدا، يلا، وخاصه مع الفستان الجديد. يا بنت بطلي. دي ما المره الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، حتى لو كانت العاشره انت ما عايز مني اي حاجه. اتفقنا على اللبسه ب 57,000 جنيه.
ما حصل. عايز تنكر يا زول؟ ما حصل الكلام ده. حاضر عليه الشاذلي يا زول. انا لا بعرف الشاذلي لا بعرف غيره. في ذات بضاعتك منتهيه وفي سوق ليبيا ب 25000. طب شلتها مني ليه؟ ما كنت تجيبها من سوق ليبيا. المهم انا اكتر من القروش اللي اديتك ليها دي تاني ما عندي لك ولا مليم. افهم كلامك ده يا اخي. يا اخي افهم اللي بتفهمه. زهقت انا زهقت يا اخي. صدقني انا غلطان لاني اتعاملت معاك. اعرف انك اكلت السوق ده كله. يا زول هوي ما تتكلم كلام فارغ. ها واوزن كلامك كويس يا ولد. قفل الدكان ده. اطلع برا يا اخي. هطلع هطلع لكن قبل ما اطلع اقول لك كلام مليان. وعندي شهود على كل الكلام اللي تم ده. نصر الدين والله العظيم ما تديني قروش في ظرف يومين الا افتح عليك برد. شوف محل ما عينك تشوف خد كراعك. واقول لك حاجه، افضل النقطه اللي جاي ووزاره الداخليه والنائب العام ومحل ما يعجبك فضل اتندم. وعفاف جاد غشيك في الجامعة. أنا أقول لك أنا دي باكر دغش علمو. شنو مسافرة؟ أنت خليها أمي ما قال لك أقعدي معانا يومين ثلاثة. هيا بدي القعد بوين يعني؟ ليه يا أمي؟ هيا ليلى أنت ما براك عارفة الحاصل. أنا بضحتي فوق الناس وليلى نادي فوق الناس وسيادة البضاعة راجل لي يعينوا لي. يعني قلت كده؟ ان شاء الله. اسمع يا ليلى. يا خلاص ان شاء الله خير. ما في مشكلة. يا بنتي انت ما بتجيك عوجة قاعدة مع ناس خالك وما بتدوق عوجة. وبعد ده خلاص يا اختي. اقري قرايتك هاك يا ليلى. ها. ديل شنو؟ ديل 20000. مصاريف الشهر. وكان الله سهل بزيد الليك. ان شاء الله يا امي. أسمعت كلماتي من به صمم. أنا من أجفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. لهذا يا بناتي فالمتنبي يعتبر من أعظم شعراء العرب إلى عصرنا الحاضر. وهذا مما أؤمن به أنا شخصيا. ها من منكن قرأت شيء عن المتنبي أو تعرف شيئا عن المتنبي؟ نعم تفضلي. المتنبي شاعر نشأ وولد في الكوفة. هو فعلا فعلا كما قال زميلتكم فقد ولد بالكوفة. ولد سنة 300 للهجرة ثم انتقل به إلى الشام. ويقال حسين بن الحسين بن عبد الصمد في كان سقاً يبيع ماء في الكوفة ثم انتقل بولده إلى الشام. وفي هذا أشار بعض الشعراء يهجو المتنبي أي فضل لشاعر يطلب الفضل من الناس بكرة وعشية عاش حينا يبيع في الكوفة الماء وحينا يبيع ماء المحيا. أنت ما الذي أعجبك في هذين البيتين حتى صرت تضحكي؟ بس لأنه يا أستاذ ده زول حاغل. لأنه ما خلوا على بيع الموية بس حتى هو شخصية جردوا من شخصيته. زي ما تقول يا أستاذ ده زول ما عنده حياة حتى. ممتازة ممتازة. هو فعلا هجاء مقزع هجاء مقزع. ها
من منكن قرأت شيئا للمتنبي؟ من؟ لا أحد؟ أنت ثانية؟ تفضلي. أنا قريت شوية كده في شعر المتنبي. لو سمحتي تحدثي بالفصحى. نعم، أعجبتني قصيدته التي قالها في هجاء قاف الإخشيدي، حيث قال: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد. هذه القصيدة حقيقة تعتبر من عيون الشعر العربي. أنت؟ نعم. ما اسمك؟ ليلى صديق. ليلى صديق، لو سمحت تفضلي بزيارتي في المكتب. في اخبار من اهلي؟ بابا رسل جواب قبل 3 يوم. كانوا كويسين، ما عندهم عوجي. بتصدق جدد العقد الثاني 3 سنين؟ يا هسه عليك الله يا شاهيناز، عندي قدرة انك تقعد لحد نهاية السمستر الاول بدون ابوك وامي. الاهم من ده كله براءة اختي الصغيرة، ما تتخيلي مشتاقة لها قدر شنو. بصي حتسافري طوالي في الاجازة؟ اول يوم في الاجازة يوم 31 انا حكون فيها بالظبط. شاهيناز ديك ما بنت المتنبي؟ مش قالت اسمها هند؟ لا، ليلى. ليلى تعالي. ازيك يا ليلى؟ اهلا وسهلا. كيف كويسه؟ الله يسلمك. دي ندى. اهلين. انا شاهيناز. انا ليلى صديق. من الاغاليم؟ ايوه من الاغاليم. اذا نجيب لك ايس كريم. طيب عن اذنكم. اها يا صديق، السوق عامل معاك كيف يعني؟ والله يا اخي السوق في الايام دي واقف ديل كده. هيا نصر الدين يا ولدي، ما تقولوا الحمد لله، هي زي بتقولوا في الكلام ده. انت قاعد تعالى وشوف حاضر. اها، وانت عامله كيف؟ والله الحمد لله يا ولدي، لكن الحمد لله جيت برات. اصل كنت داري اشبرك في حاجه. خير؟ خير والله. اصل يا ولدي البنت كبير علي. تقصد شنو يعني؟ والله يا ولدي الحمد لله البنتين عرسن وتراهين سافرا، ترى فضل معي هيثم مطارق، والصالون ده من وفاة المرحوم ما في زول مشى عليه. يعني قصدك شنو انت؟ جاية. انا قلت يعني بدل الصالون ده يقعد فاضي كده احسن نأجر ونستفيد منه. شوف يا خالة، موضوع الإيجار ده بعدين بدخلي في مشاكل مع المؤجرين. هل بدخلني شنو؟ أنا ماشي أأجر وللطالبات. والحكاية دي كده مضمونة يعني؟ مضمونة أكتر كمان من مضمونة. أصول إن الطالبات يا ولدي بدون يسكنوا مع الأسر عشان يرتاح. وكمان المضمون أكتر يا نصر الدين يا ولدي، السنة 9 شهور دي يفضل لك البيت لدارت لهم محامل لدارت لهم حاجة. والله أرنعتني يا خالة، كان كده ممكن تأجريه. طيب أنا أمشي. شنو كيفت مالك؟ ما دكان خليته فاتح، والولد اللي قاعد فيه ده أروش، لو اتأخرتها حيجوط لي الدنيا. سمع عليك الله ما تتقع مني. جدا يا خالة. وبعدين سلم لي على مالتك. جدا. طيب سلام عليكم. الله يسلمك. مع السلامة. قلت لي كيف يا عرديب؟ المفروض يكون بدو الدراسة العادة. حس عليك الله يبتاك. يعني كده مقتنع بقراية بيتك للجامعة دي؟ سؤال غريب لك. ولا غريب ولا حاجة. أنا عايته بالتحديد كده.
قرايه البنات للجامعه دي ما داخل راسي ده كله كله اصله ما داخل راسي لك حق هات ثانوي عالي وبعد كده تقعد في البيت لك حق يا اخوي لي حق ايوه